I'm asking. I'm asking about the name of the station. Why? للأسف الشديد فن الفسيفساء في السودان ما عندنا اهتمام به أو يكاد يكون ما موجود. الحمد لله أنا بديت أحاول بقدر الإمكان أو بقدر ما قدرتي أن أنا أنشر الفن ده في السودان، وبدأت أدرب فيه والحمد لله طلاب وبدوا ينتجوا شغل كويس جدا جدا، الحمد لله أنا سعيد به جدا. بالنسبة لفن الجداريات للأسف الشديد نحن بنسافر برا وبنلقى الجداريات وبنلقى اللوحات والشخصيات الوطنية، وللأسف الشديد نحن ما عندنا الحاجة دي. المواد للأسف الشديد هي ما متوفرة وغالية، حتى لما نجيبها نحن بنشتريها من برا بنشتريها بالدولار غالية. في مواد بديلة هنا قاعد نشتغل بها، بنشتغل بالسيراميك، وافتكر انه يعني وصلنا لمراحل وحلول لطيفة جدا في معالجة السيراميك. انا بفتكر انه انا حاليا ميزت نفسي للتعامل مع السيراميك كخامة متاحة عندنا هنا في السودان.